كبيرة، ولكن ربي الفوق. اوكي شوف، شكون ربي اللي يجيب لي حقي. هادشي اللي ممكن انني نقول هاد المسلسل اللي بغا شفت انا، اللي عياوني فيه، عياوني بالمؤامرات، عياوني بالخبز اللي انا ما كبرتش فيه، ما كنفهمش فيه. عندي قلبي كري صغر، كنت عيب معاك من الصبح حتى العشية، وتجي عندي وتبوسني ونبوس كل عام نقول الله يعاونك. ما كنهش فيك باقي كندير الثقة، انا واحد الانسانة ماما كندير الثقة. شوف واش داز عليا، وباقا كندير الثقة في الناس. شتي زعما مكتوب كتاب خبز بنادم تيحفر ليك تيخدر بيك، شتي هذا العام النية تيخدر بيك، تيخدر بيك كل ساعة. عمركم ما تيأسوا، عمركم ما تقولوا هاي آخر الحياة. سعدوا معاك وقفي كل مرة وكملي الطريق ديالك، عندك عائلتك، عندك والديك اللي ما عندوش الله يرحمهم، توقفي وتكملي. أنا الآن ما عنديش غير عائلتي ودوك البنيات اللي تنخدم على قبلهم. كوني مرة ما واقفة على تشي واحد، كونتي راسك براسك وقادرة أنك تكملي بوحدك. غير دازو يا بناتي من قدامك يبكي، إذا غير دازو من قدامك يبكي. مقدرش نقول لهم اجي تعرفي شنو، اجي تشوفوا باكم شنو كان داير، شنو كان كلا هذا بنت ولادي بيجي هاد الصوره البشعه لبناتي باقي صغار، كنسكت حتى وقت يبكي ما عندي ما ندير. شكرا لكم على المشاهدة مع فيديو جاي إن شاء الله. كنتمنى تخليو لنا لايك واشتراك في القناة، وكنتمنى لها إن شاء الله مزيد من التألق والعطاء، والله يوفقها والله يحفظها لبنياتها، وكنتمنى لها إن شاء الله مسيرة موفقة. وهذه هي ضريبة الشهرة، خصك تكون إنسان قوي وإنسان عندك الصبر بزاف. الله يوفقها وكنتمنى لها إن شاء الله المزيد من التألق والعطاء. شكرا لكم ومع فيديو جاي إن شاء الله.